الأسواق الأوروبية أغلقت تداولاتها هذا الأربعاء على تراجع بعد الأرباح القياسية التي سجلتها نتيجة انخفاض الأرباح في صفوف المجموعات وتباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ما أحبط ثقة المستثمرين. بورصة باريس سجلت تراجعا بمعدل 54 نقطة، مؤشر بورصة فرانكفورت أغلق على انخفاض بمعدل 47 نقطة، أما بورصة لندن فسجلت انخفاضا بمعدل 25 نقطة. اليورو سجل ارتفاعا أمام الدولار ليبلغ دولارا 1.35 سنتا، وسعر برميل نفط البرنت سجل ثباتا ليبلغ 114 دولارا و65 سنتا.